السلام عليكم، راح أسوي معاكم اليوم إن شاء الله سندوتشات ماك عربي. عندي هنا 3 أكواب دقيق أبيض، ملعقتين حليب بودرة، نص ملعقة بيكنج بودر، ملعقة سكر، ملعقة حبة البركة، ملعقة خميرة، رشة ملح، كوب ونص موية، 4 ملاعق زيت. أجمع المواد الجافة مع بعض ثم أضيف السوائل بالتدريج. أضفت المواد الجافة، الآن أخلطها مع الدقيق، وبعدها أضيف المواد السائلة اللي هي الموية والزيت بالتدريج. أضمن أن أمتزج مع الدقيق. العجينة لينة، قوامها لين، لا قاسية ولا راخية مرة، قوامها لين. أحلى حاجة أتركها تتخمر نص ساعة، بعدين أكورها كور صغيرة. عندي هنا برجر الكبير، أي شركة أنتوا تبونها، حطيته في شوية زيت وأقلبه تقريبا 7 إلى 8 دقائق. قسمت العجينة عندي كور وأخليها ترتاح 10 دقائق تقريبا عشان أقدر أفردها. العجين في الخبازة، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الخبز قدامكم زي القطمة. عندي هنا الصوص مزيج ما بين الجبنة السايلة وصوص الرانش وجبنة شرايح، وهذا دجاج البرجر متحمر، وعندي هنا خس وطماطم وبصل. أول طبقة راح أحط من الصوص الأبيض، أدهنه كامل على الخبزة، طماطم، بصل، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه السندوتشات جاهزة.